زيارتي اليوم لمبنى دول العربية الجامعة العربية للتعبير أولا عن شكري لسعادة لمعالي الأمير العام على جهده الدائم لجمع الكلمة الواحدة وعلى دعمه للبنان. كان دائما السباق بالاتصال وبالتواصل من أجل أن يكون بجانب لبنان واللبنانيين، وأن أعلم تماما جهوده الدائمة لتقريب وجهات النظر بين كل الدول العربية وخاصة بين لبنان، لكي تتفهم الدول العربية موقف لبنان. شكرته على دائما جهده بهذا الخصوص، وتمنيت له التوفيق، وخاصة أننا كلنا جميعا كعرب نتطلع إلى هذا المكان أن يجمع، أن نكون نتصارح مع بعضنا البعض، لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وعلينا أن نكون جميعا يدا واحدة، لأن يد الله مع الجماعة. شكرا.